استمرار درجات الحرارة أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام وطقس شديد البرودة خلال ساعات الليل في المنطقة الشمالية. تفاصيل بعد قليل. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا في المملكة العربية السعودية. تستمر المنطقة الشمالية تحت تأثير كتلة هوائية باردة، درجة الحرارة تبقى أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام. خلال عطلة نهاية الأسبوع تكون درجة الحرارة أكثر برودة خاصة خلال ساعات الليل مع انخفاض على درجات الحرارة وأيضا مع نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي ستزيد من الإحساس بالبرودة. تفاصيل أكثر حول درجة الحرارة نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع. تبقى المنطقة الشمالية من المملكة تحت تأثير هذه الكتلة الهوائية الباردة، لكن تتراجع تأثيراتها تدريجيا اعتبارا من يوم السبت مع امتداد محدود لمنخفض البحر الأحمر الذي سيعمل على ارتفاع من جديد على درجات الحرارة في المنطقة الشمالية لتصبح أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، في حين تستمر درجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في باقي مناطق المملكة بالتزامن مع أجواء مستقرة بشكل عام. توقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء غالبا صافية مع 11 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 10 درجات مئوية، الرطوبة منخفضة والرياح تكون شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة الرياض وتوقعات الجوية لثلاث أيام القادمة. يوم السبت أجواء صافية مع 23-12، الأحد 24-12، ويوم الاثنين 24-14 درجة مئوية. التوقعات الجوية لباقي المدن السعودية ليوم السبت نبدأها من المنطقة الشمالية. تبوك أجواء غائمة جزئيا، 26-14 ارتفاع على درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة الماضية، سكاكة 22-13، وعرعر تبقى الأجواء باردة 18-8 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة أتربة مثارة 29-17، جدة 33-25، مكة المكرمة 34-22، والطائف 24-12 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية الباحة 21-11، أبها 23-6، وجازان 32-24 درجة مئوية مع أجواء صافية. المنطقة الشرقية الدمام 24-13، حفر الباطن 21-11، والإحساء 24-11 درجة مئوية. المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 23-12، بريدة 23-10، وحائل 22-10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.